شيلوا هالشوك والسكاكين من ايديكم، هاي الاكله ما بتنأكل غير بالايدين. ماما رح اكل بايدي. ايه معلش يا حبيبي، كول صحة وهنا، ما بتاكل الا العافية تقبرني. كول. كول حبيبي. مساك ماما. صباح صباح خدي حبيبتي. معقول. ايدين. هي لنا يا اخي هي. هلا صار بدها برات شاي. فنجين الشاي. شو بدكم بالحكي؟ الأكلة ملوكية. آخ قعدت على معدتي على قد ما أكلت. إيه بس إنا زمان زمان كتير ما أكلنا هالأكلة. ولي ولي ما حدا أكل قدي، والله لا أطرق نومي ما صارت بتاريخ البشرية. إيه شو بيقول لك المثال؟ تعبت الخواصر ارتخت المفاصل. بلا معلمية عليك أخي فخري، مع إنه شغلي شغلتك، بس هذا المثل تفسيره الطبي انه المعده بعد احتواء لكميات الطعام الهائله اللي اكلتها الجسم بيكرس لها كميات دم هائله لتساعدها بعمليه الهضم. وهذا شو يعني؟ بيعني فرام ولك تضرب فرام في ديل. لسه الك حل الحكي بعد كل هالاكل؟ انا صار لازم انام، لحظه ضويش. والله انا مثلك يا سريه خانم، تعبت تعبت اليوم. الهيئه كلياتنا حننام على بكير. بلا شاي خالتي بلا. ايه بس بيقول المثل تغدى وتمدى وتعشى وتمشى. اتمشي لحالك، ما شاء الله حولك شو صايره رشقه. ها ها بقى هذا المثل تفسيره الطبي انه بعد العشاء لازم تتمشى مو تنام. لك فرام بوس ايدك فرام. يا جماعه انا طالعه. كيرا صباح. سوريا خانم تعالي شو صار لك؟ شو صار لك؟ ساعديني ساعديني اطلع لحالي. اختي روحي ادقي لك الباب عشان بسرعه. يلا يلا ان شاء الله. ان شاء الله ما فيها شيء سوريا خانم. خير دكتور؟ خير خير، ما في داعي تقلقوا. شو يعني قريب؟ لا مو قريب بس خير، مو هيك؟ خير خير. على كل لازم نعمل له شوية تحاليل. يعني شو هن التحاليل دكتور؟ هلا بكتب له يا هون، بكره الصبح ان شاء الله بتحلل. بس ان شاء الله خير خير. اكيد اكيد ان شاء الله خير. انت شو بتقول؟ انا بقول ان شاء الله خير. والله غليتي لنا قلبنا عليك يا ست سوريا. ما يغلى لك قلب على غالي يا ست جاكلين. دكتور بهجت رح اجيب لك التحاليل تقرا لنا اياهم. تفضلي. اختي انا جبتهم. تفضل دكتور، هي التحليل. اعطينا لابننا على اساس انه مشروع دكتور بيعرف يقرا. ما عرف. لو سمحتي خالتي عرفت، بس ما حدا بيرد على كلامي بهالبيت. اما على قلبك شر ان شاء الله، عم تدلل علينا سوريا خانم، ما هيك؟ لا والله يا ست جاكلين، انا اكره ما علي القعده بالفرشه. ما
الحقيقة يا سوريا خانم تحاليلك مو كتير مزبوطة، ما عم بتديري بالك على حالك. هاي السكري مرتفع شوي، والأسيد أوريك مرتفع أكتر، والكوليسترول مرتفع كتير. هذا كله من أكلة السجقات يا دكتور بهجت، وهذا معناه أنك بحاجة لحمية. يو ريجيم كتير كتير منيح إذا هيك. شو المنيح ست جاكلين؟ منيح إنه بدها ريجيم. دخلك ليش أنتو مو ديجيتال؟ والله ضحكتني يا ست جاكلين، وإذا ديجيتال شو دخل الدش بالحمية؟ طول لي بالك فيديل حبيبي، هذا يا ستي في محطة بالديجيتال تطلع فيها ست كتير مقدرة عاملة برنامج عن التغذية بياخد العقل. إيه اسمها للست مرمرجو. عرفت عرفت ست جاكلين، هي رفقاتي كلهم طاير عقلهم فيها وعم يتبعوا نظام الأورجانيك تبعها، حتى في كتاب باسمها كمان. لا تقليلي مالك، فكي عن ريجيمة لمرمرجوع، بعد ما تأخذيني بهالكلمة ما في منه خسارة، يعني كل أكلاتها حشايش وقمح بقشره، كله طبيعي طبيعي، ما في شي صناعي أبدا. ايه طنط سوريا خانم، لو تشوفي جسمها لمرمرجوع ما أحلى، يمكن أحلى من جسمي، وحكياتها آخ لو تسمعي حكياتها. يي تسلم لي عيني على هالحكي، ما ارتبه وما احلى. ما يا شفتي هوقت اللي بتقعد مش عم تجاوب على اسئله المشاهدين. نياله شو رايقه يا عيني؟ ايه والله شوقتينا نشوفها. دخليه على اي قناه بتطلع؟ بس يطلع انا بفتح لك على المحطه، لانه قد ما حكيت لك الحكي من مثل الشوف بنوب. دكتور بهجت انت بتعرفها لمرمرجوع؟ يعني منيحه حميتها مشان اختي سوريا خانم. ايه انا شفتها مره، مايا كانت قاعده عم تتفرج على التلفزيون. هو هذا النظام الغذائي اسمه المايكروبيوتيك. أهم شيء فيه إنه ما في مواد دسمة. لا مو بس هيك دكتور بهجات، هذا النظام الغذائي قال بيعالج الأمراض اللي بتعرفها واللي ما بتعرفها إسا بجسمك. دخلك شفتيها وهي عم تطبخ الرز الكامل. الرز الكامل؟ وشو هذا الرز الكامل بقى؟ هذا رز بقشره كتير مفيد، مو مثل الرز اللي بناكله نحن بلا قشر بيكون فاقد القيمة الغذائية. إلا كان خلونا نشوف برنامجها، بركي نظام الغذائي بطيب. لا تغلطي سوريا خانم، اكيد اكيد بطيب. يقول ما بطيب لك هي مرمرجوع مو حي الله. يا عيني جايين تنشف. يا عيني على هالحكي الراد، ما فينا نغير لحاله بشفي العليل. ما قلت لك طنط سوريا خانم، بتعرفي انه هي اللي شايفتيها بيجي عمرها اكثر من 70 سنه؟ والله مبين عليها. عن جد عم تحكي مايا؟ اي والله. والله مو مبين عليها ما شاء الله. اسمعي لك شو هالحكي؟ شو هالمنطق؟ شو هالفلسفه؟ بتعرفي ماما انا قررت ادرس طب غذائي. يا اخي ادرس شو ما بدك، بس هلا فهمونا شو بدنا ناكل؟ طلع اكلنا كله ما بيتاكل. يعني فيك تقول صار لك 22 سنه عم تاكل سموم. لكن من قليل صار معي انا هالامراض، قديش الي عم باكل هالاكل؟ معلش يا سوريا خانم، المهم انه انهدينا للنظام الصحيح وكل شيء بيتعوض مثل ما قالت مرمرجو. مزبوط. شو هالمرمرجو حبيتها؟ ايه شو بدك تعوضي؟ لا تعوضي سوريا خانم، السجقات ولا الفتات ولا اليبرق المفروش باللية ولا الروس والمقادم يلي ما بينعدوا. عم تتمسخر يا فخري؟ حتى نتبع نظام لازم نآمن بتعاليمه، مو ناخذ الشغله مسح ومسخره. ايه بس لهلا ما حدا جاوبني شو بدنا ناكل. شوف فيديل، مبدئيا الفطور هو قمح، لانه القمح بيعطي طاقه، هيك قالت مرمرجوع. منيح عنا قمح بكفينا اليوم، بس بكره صار بدنا مونه جديده. مونه جديده؟ مثل شو؟ لسه بدنا ملح بحر والشعير وزيت الصويا وفول الصويا وحليب الصويا وسمسم وزيت السمسم وفواكه مجففه وشاي الاعشاب. شو قالت كمان؟ قالت قهوة بلا كافيين وشاي بلا شايين وزيت اللوز بقشره واهم شيء الرز الكامل. معناها اكتبوا لي اياهم على ورقه لاخطف رجلي على الصين جيبهم وارجع. واذا ما لقيتهم بالصين بتلاقيهم ببنغلاديش. يا رجل شو هاد؟ حاسس حالي عايش بالعصر الحجري. يمكن مرمرجوع ما عرفت انه اكتشفوا المعادن. حاجه مسخره انت وياه. اللي بده يمشي معنا على نظام الاورجانيك اهلا وسهلا، واللي ما بده الله معه، بس التخازن ممنوع من هلا اللي ما بده يقول. طيب يا سوريا خانم، ممكن تشرحي لنا شو هالاكل محطوط على الطاوله بقى؟ هاد اسمه كومبو، شوربه بقوليات، وهي سلطه جرجير، وهذا اللي قدامك الطبق الرئيسي اسمه نوري. شو طيب نوري؟ وشو هذا نوري كمان؟ هذا يبرق اورجانيك، رز كامل ملفوف بعشبة البحر وبدون لحمة طبعا. هات لأسكب لك، هات معلقتك.
لا بقى هالاكل ما بتاكل، ما حبيت ولا اكلي، لذلك انا من اول اوت ما دخلني بالاورجانيك. انا رجل بحب اللحمه والدهنه والسقسقه والحلو، وما المستعد احرم حالي من هالمتعب. نو بعد اذنكم. يا نور عيني ربنا ضحيه، يا نور عيني روحنا ضحيه، ضحيتي حركه ثوريه. يا نور عيني يا نور عيني. هلا كلهم صاروا بيحبوا النظام وعم يزاودوا علي؟ عليم الله ما حدا طايقه وعم يكذبوا على بعضهم وعلى حالهم، بس على مين؟ على فيديل ديناري؟ انا بعرف كيف اكشفهم واحد واحد، انا النمل بطالعه من وكره، ما هيك عم زياد؟ مساء الخير. عم نقول مساء الخير. مالك ملاحظ انه ما حدا بده يرد عليك؟ اوف اوف اوف، وليش بقى؟ بشو مزعلكم من غير شر؟ او بالاحرى بشو زعجكم؟ لانك المتخاذل الوحيد والضعيف الارادة اللي ما قدرت تكمل بنظام الاورجانيك تبعنا. ايه شو بالزور القصة يا سريا خانم؟ مو ناقص غير تعلقي لي مشنقتي على الباب بتهمة الخيانة العظمى. شو هالحكي؟ سريا خانم خايفة عليك وبدها مصلحتك. أنا بعرف مصلحتي منيح، ومصلحتي الآن تكمن بالفروج البروستد الساخن واللي ريحته بتشهي. يا على قامتي، شوفي فخري شلون عم يتطلع على الفروج وعيونه رح تبص. إيه طبعاً بدها تبص، بني آدم بيشتهي. معلش يا ماما، لازم تكون إرادتنا قوية مشان نكمل على نظام الأورجانيك، ومو بس هيك بدنا نصير نلبس أخضر مشان نتماهى مع الطبيعة، هيك قالت مرمرجوع. إيه فخري، البيس أخضر وكل أخضر وشراب أخضر، واسمع كلام خالتك مرمر وخود على جوع. يه 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 فيديل أفندي، إذا ما بدك تتبع نظام الأورجانيك تبعنا تصطفل، بس أوعك تتمسخر عليه، فهمت؟ فخري حبيبي، رح أقوم صب لك زبدية قمح بقشره مشان تتعشى، أحسن لك من هالسموم. ما بدي ما بدي والله، احسن لك ها، احسن ما تصوم تصوم تفطر على بصله. حاجتك بقى فيديل، بعدين ليش جايب الاكل لهون؟ قوم كل بالمطبخ يا بغرفه السفره، من ايمتى نحن بنقعد بناكل هون؟ على كل حال انا شبعت الحمد لله، واذا حدا بده لسه بقيان شوي ها. على اذنكم يا جماعة، أنا طالع على غرفتي، تعبت أعصابي. مرحبا اورجانيك. اهلا فيديل. شو كيف هالنظام معك؟ منيح منيح، كل شيء باوله صعب بس اكيد النظام منيح. ما دام النظام منيح، ليش اكل من فطيرات ومنقوشاتي ماني اكل شيء. وهي السمسمية اللي على خدك ريتا ما تبلى، شو عم تساوي هون؟ ناطلع حالها من المنقوش وبايستك؟ والله ما اكلت غير فطير ومنقوشي يا فيديل. لا انا قصين قصين اعترف. وحياة صاحبتنا عم اقول لك ماني اكل غير فطير ومنقوشي حباب فيديل، ولا خالاتي. ها ها، معناتها في حدا غيرك عم يخرق النظام بالسر وعامل حاله قابضة بالعلن، بس على مين؟ على فادي يا شادي؟ أنا بعرف كيف أكشفكم. فيديل مشان الله ما تفضحني. لكن أنتوا تتبروزوا وأنا أطلع الوحيد الضعيف الإرادي والمتخاذل؟ ماشي الحال.
شاء الله صحة وهنا كرام خانم، ومطرح ما يسري يمري. طيب المرتديلا ما هيك؟ مرحبا فيدل، شلونك؟ أهلين أبو الفخر، فوت فوت. اليوم أنا غديك على ذوقي، تعال. ولي وبركي دريو خالاتي؟ ما رح يدروا ما رح يدروا، تعال شوف شو جايب، تعال. ولي ولي على قلبي شو هذا؟ دو دو دو، سي. كوف. خوف. بضل آكل لحتى أموت. إيه. خوف، دو. يا سلام. ما في أصعب من هالأكل لك فيديه؟ دق لي هاي وهالبصلة صحة كو 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 قط 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 شو يلا طول بقى طول صحة 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 شو عم تساوي؟ لك عم تاكل يا كذاب؟ ايه تعي تعي كلي معنا تعي بلا غلاصة لا ما بدي اكل انا ماني كذابة مثل بعض جماعة شو فخر قلت لخالاتك انك فقسته للأورجانيك لا ما قلت ما يا لا تقولي لحد حبابي الله يخليك لا تقولي لهم ميوش ايه لا بدي اقول لهم ما يا رحي رفقات الله يخليك لا تقولي لهم حبابي اوكي ما دخلني بدي اقول لهم انه ابنهم كذاب وعم يضحك عليهم يا كذاب يعني انا بس بدي افهم شغلي امتى رح تكبري لامتى رح تضلي صغير وفسادي انا فسادة إيه مزال هيك بدي اقول لهم عم يمزح عم يمزح والله عم يمزح خلص ما بقى اكل ولا لقمه سيك توبه ايه ماشي ماشي اوكي انا هالمره ما رح اقول له مو مشانك مشان السيد فيدل لحتى اثبت له انه ماني صغيره وماني فساده نفدنا هات ابو هي سيك لا لا شو عم تقطعي لك اختي شبكي عم اقطع باذنجان بدي اعمل كواج امل قلبي من الحمص والعدس خلينا ناكل خضره اليوم ولك هي عمله بتعمليها ولك اختي الباذنجان ممنوع لانه مثل ما قالت مر مرجوع لا يضر ولا ينفع فقلته احسن ايه وشلون بدي اعمل كواج بلا باذنجان مو بس بلا باذنجان وبلا بندوره وبلا بطاطا كمان ايه ما عاد اسمه كواج سوريا خانم الحلاوه مسموحه ايه الحلاوه منيحه لانه فيها طحينه وطحينه من السمسم بس لا تكتروا منها لانه فيها سكر شو عم تنقودي سوريا خانوم انبوز رشي لنا شويه انبوز لكان رح موت من الناس ايه طبعا لانك متعود عادات فظيعه يعني منين بتعلمني اياها نومت بعد الظهر ولو هل تعلم يا عزيزي انه النوم بعد الظهر او بعد فتره الغداء فيديل فيديل الله يوفقك ما لي حمل تنظيرك هلا يا فخري من شان مصلحتك ما لازم تتعود على هالعادي ما لازم انا عادي نومه الظهر خالاتك وامك كبار ما عليش اذا ناموا بس انت لساتك شب حرام حرام هيك كل يوم تندفن ساعتين ثلاثه وكبر بلا طعمي فيديل بس خمس دقائق خمس دقائق لبين ما تكون خلص المسرحيه اللي بايدك تكون فقت المسرحيه بدها ساعه لتخلص أنا رايح على غرفتي خلاص ندفس ندفس نوم العوافي شو عم تساوي صباح خانو؟ أبيض؟ عم تاكلي أبيض؟ وطي صوتك في ديل فضحتني مو بعلمي أنتو الأورجانيك عدوكن الأبيض الملح والسكر والجبنة واللبنة خلص في ديل خلاص خلصني إيه شو خلاص بقى؟ وين الإرادة القوية اللي حربتوني من شانها وطالعتوني ندل ومتخاذل؟ وينها؟ لفه في ديل لفه لقمه واشتهيتها شو صار يعني يعني مو معناتها انه انا تركت النظام هي استراحه صغيره من النظام ابيض كشفتك عم تاكلي ابيض خلاص في ديل خلاص ان شاء الله بدك تشكيني وتفتن علي وتطق لي برغي لا حبه ما بتعملها بتعملها شيء انت في ديل اذا كان طالعين الخبز لناكل سوا ما حدا بياكل اللبنه بالمعلقه ايه على عيني
شكرا. طيب يا ما بدك عسى تشال صحة. شو هذا فخري؟ عم تكسر حجار؟ يعني هيك شي. عم يطحن لنا الملح البحري، تعال ساعده بدل ما عم تاكل هالسموم اللي بايدك. سموم؟ هي سموم؟ ولك في اطيب من الشوكولاته بالدنيا، هي بتمنع الكآبه يا عمي. يا الله ماما. اتركه بحاله للصبي، حاجه شهي الشوكولاته. سوريا خانم، بدي اسالك سؤال، هلا المرتديلا والخبز الابيض ممنوعين ولا مسموحين؟ طبعا ممنوعين، يا لطيف، يا لطيف من هالاكلات. ايه منيح خبرتيني، كنت حابب اعرف. ريح لي حالك انت واتركنا على نظامنا. معلش بدنا نطول بالنا عليه سوريا خانم. يا اصطفي اليوم ثالث يوم ومر مرجوع قالت انه لازم يمر 10 ايام على هالقصه لحتى نحس بالفرق. شو وين صباح خانم؟ ليش ما انا معكم؟ بطلت اورجانيك يعني؟ صباح خانم صاحبة مبدا، مو مثل بعض جماعه، راحت تقضي مشوار وهلا بترجع. ها؟ يمكن اجت. مرحبا. اماني اماني ما بشبهها لمر مرجوع. خلونا نرفع ايدينا بالهوى، امسكوا الهوى. مسكتوا مسكنا، حسوا بالهوى، خلوه يحس فيكم، اعطوه حجمه تيعطيكم الطاقة. شم، لمسوا الأرض، حسوا فيها، ما في أحلى من الأرض يا حبيبة قلب الأرض. حبوا الأرض، حبوا بعضكم، المحبة قوة والتأمل قوة، وكل شي شفته وما شفته قوة. شو بكون له؟ ما مليتوا؟ بعدين انت نفسك يا صباح خانم عم تحكي عن الطبيعة وحاطة على شعرك مواد كيماوية. لا تغلط يا ابني، أنا ما صبغت شعري، أنا سحبت لو سحب. واو شو شعراتك ستايل، شعبالي أعملهم مثلك يا طانت. قلتلك مية مرة ما بحب لكلمة طانت. إيه هذا كله بيهر الشعر، كأنه حاطين كلور على شعركم تصطفلوا. على كل حال انا بعرف لصباح خانم بتحب الابيض، مو هيك صباح خانم؟ حاجه بقى فيديل، خلينا نكفي الرياضه الروحيه تبعنا. طالع طالع ما راح اخذ من وقتكم، بس روحوا شوفوا وشكم كيف سالت واصفر، وكيف تحت عيونكم اسود من قله الاكل. مو صحيح، شوف فخري شلون خدوده موردين، ومايا شعراتها طولانين، وسوريا خانم تحسنت صحتها، وصبوحه صارت نفسيتها رايقه، هذا كله من الأورجانيك. تصطفلوا، أنا علي أنصحكم، بس فكروا فكروا بالعقل، الإنسان مو من يوم يومه ومن أيام العصر الحجري كان يأكل لحمة وكان يأكل ني كمان. يا الله ماما، جاء على بالي اللحمة المشوية. شو بلا فخري، القمح أطيب. إيمونا من اللحمة، الجبنة واللبنة شو عيبهم آه؟ منين الجسم بدو يجيب كالسيوم إذا ما أكلتوه؟ هي كلها بروتينات حيوانية، سموم بيضة. لا عدتوا شربتوا شاي ولا عدتوا شربتوا قهوة، شفت قهوة الصبح يا عمي ظريفي. خلصنا بقى فيديل، حل عنا، اتركنا بهمنا بوس ايدك. همنا؟ قلتي همنا؟ هلا الأورجانيك صار هم؟ ما بعلمي كنتوا مبسوطين عليه يا عمي. سوريا خانم كيف صرتي؟ كيف أصبحتي والله بالي عندك مشغول عليكي؟ الحمد لله كتير تحسنت وارتحت على هالنظام الغذائي اللي ساويته. ما قلت لي مر مرجوع ما في منا دخيل عينا، كلياتنا ماشيين على النظام تبعها حتى فخري. برافو عليكم. وانتي ست جاكلين مالك ماشية على نفس النظام؟
لا وتشدي ايدك، يوم بنعمله 10 لا، حاكم جوزي وولادي قال ما حبوا اكله لمرمرجوع. كثير غلطانين، اكله لمرمرجوع ما في اطيب منه، بيطير العقل، مو هيك كيرا؟ ايه ما بوشي. شو صباح خانو؟ مانك ناويه تشربين قهوه من ايديكي؟ قهوه؟ على راسي. بلالك القهوه، صبي لها زبديه قمح بقشره، افيد لها. ايه القمح وبقشره؟ لا دخيلك ما بحبه. أصبح عملي لفنجان قهوة بدون كافيين. لا دخيلك فنجان قهوة عادية من تبع الكافيين. خلاص ولا يهمك رح ساوي لك. استرخي. شو عم تساوي صباح؟ عم تشربي قهوة؟ أوه لا عم شم ريحتها شم. تعي اختي تعي شمي ريحتها معي، ريحتها بترد الروح. كيف؟ معك حق بتغوى بالقلب كرام. هلأ إذا شربنا لنا فنجان قهوة بصير شي. يعني أنت جاي عبالي؟ لك أنا حيطق قلبي قد ما لي مشتهية. كشفتك يا سلالة، معناتها أنت كنتي عم تخربي للنظام، مالك ماشي عليه. أنا؟ إيه؟ أنا عم بخربه للنظام؟ أنا أكثر وحدة فيكم متبع النظام، أصلاً لو مالي متبع النظام ما كنتي شفتي حالتي هي. أنا اللي كنت عم جربك يا سلالة. عم تجربيني؟ إيه بسيطة. ها؟ شو عليه؟ لك ليش هيك ساويتي؟ ليش كبيتي دولة القهوة؟ لكن اتركك انت وياها بالمطبخ لحالكم. يعني ليش عم تكتر حكي في ديل افندي؟ نحن مآمنين بنظام المرمرجوع. برافو عليك يا مايا، نحن ما رح نتراجع ابدا. لو بيقطعوني شقف ونتف ما بتخلى ابدا عن نظام الاورجانيك. هذا احسن نظام حمية تبعنا بحياتنا. وما اقول شو بتبالغوا يا جماعة، يعني النظام منيح بس اكيد مو احسن شيء. اي والله عفنا حالنا. اتركهم يحكوا لشوف لامتى رح يضلوا على حكيهم. فيديل افتح الباب، هذا الدكتور بهجر. اهلين دكتور. اهلين فوت عني اضيفت عني. يا الله مساء الخير يا جماعة. اهلين جدو. فخري اصحنوا شو وقت من عندك جدو. تعب ليش هيك معذب حالك دكتور؟ ايه ما في شي من واجبكم، صحن نابلسية اشتهيت لكم اياه. دكتور بس هذا مو صحن، هي صينية. مرحبا دكتور. قولي على بعضي شو هاد؟ شو هالشوفة؟ غاب قلبي يا أمي. والله ما بعرف شو بدي إلك يا دكتور بهجت. الظاهر أنت نسيان إنه نحن متبعين نظام الأورجانيك، مو هيك؟ إيه ما خطر ببالي إنكم لهلا متبعينه. إيه بس مايا متبعته معنا، شو ما عم بتقلك؟ مايا؟ إيه مايا الله يرضى عليها عم تاكل كل شي بالبيت. إيه لا جدو، لا، أنت ما عم تنتبه لي أصلاً شو عم باكل، شو عرفك؟ ليش مو مبارح أكلنا بوزة بعد الظهر والمسا بطاطا مقلية؟ أنا يا جدو؟ أنا ما أكلت، أنا دقت دو دو بس دقت، أما أكل ما أكلت. يعني ما حدا رح يجبر بخاطر وياكل نابلسية؟ كيف ما حدا بده ياكل؟ أنا باكل ها؟ والله إني زعلت من قلبي، حدا يسايرني بقطعة؟ اخربوا لكم يا شي يوم لهالنظام، شو بصير؟ والله ما بزعلك يا دكتور، هات لقلك، في ديه؟ حط لي قطعة نابلسية. تكرم عينك، هو أنا كمان بدي قطعة، وكبر لي إياها أبو مفيد وكتر لي قطر حبها. يا حيف، ولو إنه خاطرك على راسنا دكتور بهجت، بس القصة قصة مبدأ، يعني كلكم انهرتوا كرمال صحن نابلسية، وين الإرادة؟
حوارينا ضيقه وبنعرف بعضنا صبع خانم، لا تخليني احكي. لا بقى اذا عندك حكي قوله. ايوه احكي صبع خانم، قول اني شفتك عم تاكلي لبنه وجبنه. هيك يا صباح مثل الاولاد الصغار عم تاكلي بالسرقه. يا عيب الشوم، بس شاطره تسحبي لي لون شعرك وتمثلي علينا. وانا انا اللي كنت مفكره ارادتك حديد، عم طلعت جبصين. يوه 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 يوه، شو بنا سوريا خانم؟ ما حدا احسن من حدا، ولا نسيتي علبه الحلو يلي عندك بالاوضه؟ ايه اختي ايه، كل يوم بفوت على الاوضه بلاقيها ناقصه وبقول لحالي مستحيل مستحيل سوريا خانم ذات الاراده الفولاذيه تاكل من ورا ظهرنا. انا ما عم اكل اختي. العلبة ما صفي منها المخبر، وينها؟ لتقوم تبخرت لك. وين المبرومة والكول وشكور وعش البلبل والآسية والبلورية؟ ليكون أكلهم البعبع. شو يعني؟ شو قصدك؟ يعني خلاص حاج تضحكوا على حالكم. يلا رح صب لكم نابلسي. سوريا خانون رح صب لك صحن. تفضلي تفضلي. شو هاد يا دكتور؟ شي بيطير العقل يا هيك الاكل يا بلا. ان شاء الله كل لقمي هنا. ايه ها من زمان يا جماعه، شو بتكون بهالقصه؟ يوم تاكلوا قمح ويوم تاكلوا شعير. اذا بتريد فيديل انا ما بسمح لك، نظام الاورجانيك ما في منه. بس كمان الاكل طيب طيب لو كان بيأذي.